طريق البطولة يصل إلى نهايته، سنعرف من سيتوج باللقب الغالي. سنكون معكم في تغطية مميزة بعد قليل، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، هنا ملعب لوسيل ومعكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نلتقي لمتابعة نهائي بطولة كأس العالم. المونديال يصل إلى محطته النهائية، محطة الاحتفالات ورفع الألقاب. هنا مباراة تلعب على كل شيء، هنا مباراة من أجل التاريخ، من أجل المجد والذهب، هنا مباراة ستشهد على تاريخ ونسجله بالتأكيد وندونه ونستمتع بهذه الأجواء الرائعة والمباراة الكبيرة. المغرب في مواجهة إنجلترا، بطولة الأعصاب، وصلنا فيها إلى قمة حبس الأنفاس في نهائي بطولة كأس العالم. الكثير من الحماس هنا، الكثير من التفاصيل، الكل على أعصابه بدون شك. هذه هي مباراة كل شيء، وتلعب بالتأكيد على كل شيء اليوم. من يفوز اليوم سيكون بطلا قوميا في بلادها، مباراة تبحث عن أبطالها من الآن. على الرغم من أن إنجلترا هي مهد كرة القدم، إلا أن المنتخب الإنجليزي يعاني بشكل كبير في البطولات الكبرى وبصورة دائمة. مشكلة دائما ما يناقشونها هناك ويتحدثون عنها في وسائل الإعلام الإنجليزية، وحتى الآن لم يجدوا لها حلا. نستعرض لحضراتكم الآن التشكيل الأساسي. فريق يلعب بطريقة 4-4-2، واللي راح تاخذ الشكل دائما في الفريق في مسألة الانتشار في الملعب. نستعرض على الشاشة تشكيلة منتخب إنجلترا في مباراة اليوم. بيكفورد في حراسة المرمى، جون ستونز سيلعب بجواري ماغواير في الخط الخلفي، بيلينغهام سيبدأ بجانب ديكلان رايس في وسط الملعب، وفي الهجوم لدينا هاري كين. ينطلق الآن الشوط الأول لنهائي كأس العالم. لوك شاو، والتدخل الحاسم هنا، والآن متاحة أمام مساحة كبيرة على الجناح. هذه كرة هدف، الله على الارتماء من حارس المرمى. شوف التصدي، بيلعب ركنية قصيرة. اوهو تصويبة، ضربة ركنية لا تشكل اي خطورة. يتخلص فيها من المدافع اللي كان مكلف بمراقبته. لا شك بأن تواجد هاري كين يرفع من مستوى التوقعات عند الجماهير. تتكلم عن قدرات رائعة في التعامل مع الكرة، تتكلم عن صاحب لمسة ممتازة، تتكلم عن لاعب يعرف ماذا يريد الجمهور وكيف يصنع الخطورة. يتدخل ويستعيدها من جديد. ضغط منظم، ما في مجال للمنافس ولا في أي فرصة للتفكير، يجبرهم على تشتيت الكرة. تصدي هنا لكن اللعب مستمر. الهدف الأول كاد أن يأتي مبكراً، لكن حارس المرمى، كرة هدف الآن. يا سلام على حارس المرمى، على الكرة. شوف ردة الفعل، شوف الرياكشن، شوف المسافة القريبة، لكن الله على حارس المرمى. يا الله على هذه الفرصة، آه لو دخلت الكرة كان هدف عالمي. شوف الكرة المقصية كانت قريبة من حارس المرمى، لكن الحظ في اللقطة الماضية لم يحالف وفرصة بتضيع.
إنجلترا تفقد الكرة. زياش، سوفيان بوفال، انصيري، الله على الكرة في المرمى، هدف أول في نهائي البطولة. المنتخب المغربي يتقدم ويسجل حضوره بقوة الآن. نشوف الهدف مرة أخرى ونشاهد التسديدة في الزاوية المغلقة، أكيد كان ممكن التصدي لهذه الكرة وأكيد كان هناك إحباط بسبب هذا الهدف. انطلاقة جديدة للمباراة وهذه المرة يتأخر المنتخب الإنجليزي في النتيجة. فودين، بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. خيارات متاحة هنا في هجوم مرتد. تمريرة بينية، سلام، مرت بجوار المرمى، فرصة بتضيع. شوف الانطلاقة، شوف اللعبة، شوف التحرك المثالي، التمريرات، كل شيء في الكرة المرتدة كان مثالي باستثناء الإنهاء. رايس، الكرة باتجاه بودين، ممتاز التمريرة، ممكن فرصة خطيرة في المرمى المفتوح، هدية لا ترد وهدف بدون تردد. كيف كان ممكن أن يهدر مثل هذه اللقطة؟ لا يوجد أسهل من هذه الفرصة للتسجيل والشباك خالية. هدف في التعادل، إذن النتيجة الآن 1-1. سفيان مرابط، تدخل مميز هنا لقطع الكرة. أوهو، حلوة، خطرة، الله على التدخل، الله على الشجاعة. سفيان بوفال، الآن عليه استغلال المساحات والبحث عن كرة مرتدة. الله على التدخل، ينهي كل الخطورة في داخل المنطقة. ينطلق بالكرة نحو المرمى. كانت محاولة جيدة لكن فقد الكرة، ضاعت الفرصة. وصلت لحكيمي، يا الله كيف ضاعت من هذه المسافة، كرة لا تحتاج لمجهود كبير لكنها بتضيع. تمريرة بدون عنوان تكمل طريقها إلى خارج الملعب وبالتالي رمية تماس. الكرة كانت مستحيلة على الحارس، شوف اللقطة، شوف اصطدام الكرة بالقائم وإكمال طريقها إلى الشباك. تنطلق المباراة مرة أخرى والمنتخب الإنجليزي يتقدم في النتيجة. حكيم الزياش، شوف التمريرات، شوف النقلات، شوف الكرات اللي بين اللاعبين. فرصة لتسجيل التعادل، تبعد الكرة من الدخول. جماهير تطالب بتسديد الكرة، يا رب، هدف التعادل، أعادهم للنهائي من جديد. شوف الفرحة، انظر إلى الاحتفالات،
هدف كبير في مباراة أكبر. الله على العودة للمنافسة على اللقب من جديد. نشوف الهدف مرة أخرى واللمسة البينية الجميلة ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. كرة بتعود إلى منتصف الملعب، تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق. هاري كين، تقدم وهجوم لمصلحة المنتخب الإنجليزي. كاي ووكر يفتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. أشرف حكيمي، هلا مع فودين، يتغلب على الرقابة بشكل ممتاز. نجم المباراة، حريص القمة، حديث اليوم، مانشيت الصحف غدا، يتألق ويسجل الهاتريك في هذا اللقاء. هذه عادة الهدف والعرضية المنخفضة للعبة، ومن ثم النهاية من هاري كين. الكرة كانت قريبة من المرمى وسهلة على هتان بإمكانياته. إنجلترا تتقدم في النتيجة مع عودة المباراة من جديد. سفيان مرابط، انطلاقة سريعة بالكرة، يتقدم فيها، يحدث تغيير في السيطرة. يوسف النصيري، فرصة تعديل النتيجة، مستحيلة هذه اللقطة. شوف الكرة التي غيرت مسارها، خدعت الجميع، لمسة واحدة أبعدت الكرة، كان ممكن تسجل هدف في اللقطة الماضية. يفقدها هاري كين ويتحول الاستحواذ للخصم. يوسف النصيري، صافرة تأتي معلنة عن نهاية أحداث الشوط الأول. والآن نعود إلى أرض الملعب مع ضربة بداية الشوط الثاني من نهائي كأس العالم. سفيان بوفال لم ينتج عنها أي خطورة. يعاني في الحركة بسبب الإصابة، المدرب مطالب بتبديله حتى ما تتفاقم الإصابة. فيل فودن، بيلينغهام، الآن مع بيلينغهام، يسدد الآن، كرة كان سهل اعتراضها. شايف البدلاء وعمليات الأحماق، المدرب بدأ يفكر في التغيير ودخول لاعب الآن في هذا التوقيت. تطلع من جديد إلى ضربة ركنية، ركنية تتنفذ والحارس بكل شجاعة يبعد الخطورة. سفيان بوفال، تمريرة حاسمة، وهدف يعيد المباراة إلى نقطة البداية. نشوف إعادة الهدف ونشوف البينية الخطيرة اللي باغتت الدفاع، وثم موقف واحد على واحد، تأتي التصويبة القوية في المرمى، لا يمكن التصدي لها. تعادل إيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، تتكلم عن ستة أهداف كاملة في هذه المباراة. الآن مع فودين، الآن مع هاري كين، الحارس يتصدى لهذه الكرة بسهولة.
حكيم زياش، سوفيان بوفال، تمريرات متتالية بشكل جميل. حكيم زياش، اوه الله على اللقطة، شوف كيف عذب، شوف كيف مر في اللقطة الماضية. تلعب الكرة القريبة هنا بدون تفكير، يصوب بقوة، الله على هذا التصدي، إيقاف لخطورة الكرة هنا ومنع استقبال هدف آخر. ركنية تنفذ بشكل قصير، حكيم زياش، مستحيل الكرة، أي سوء حظ هنا، كرة كانت مركونة تضرب في القائم وتصطدم وبالتالي بتضيع. ساكا يفقد الكرة، شوف المساندة، زياش، فرصة للتقدم في المباراة، اليوم تتكلم عن 4-3 حتى هذه اللحظة. ساكا، كرة تصل إلى ماونت، بينونة تضرب خط الدفاع، حكيم زياش، سوفيان بوفال، عدة تمريرات جيدة، كرة هدف الآن، أوه هدف تعزيز التقدم، يأتي يقتربون أكثر فأكثر في هذا النهائي. يا لها من أجواء، يا لها من إثارة، نهائي من نار حتى الآن. نستأنف اللعب الآن ونواصل هذه المباراة الهجومية من أحلى الطراز. ووكر، انطلاقة هجومية من جانب ساكا، مار كبيرة ترتفع الآن، رائع التدخل في توقيت ممتاز لإنهاء الخطورة. قرار هنا من الحكمة باستمرار اللعب وإتاحة الفرصة. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. حكيم زياش، زياش وفرصة هدف الآن، يا رب هدف ثاني يسجل اليوم ويثبت قدراته الكبيرة وخطورته أمام المرمى. هذه إعادة الهدف، كرة جاءت من انفراد صريح بالمرمى، هنا تظهر مهارات الإنهاء الحقيقية. ستة أهداف مقابل ثلاثة، مهرجان أهداف في هذه المباراة. لوك شاو، كرة عند بيلينغهام، الآن مع فودن، الآن مع بيلينغهام، الكرة تخرج إلى ضربة الزاوية. هنا قرار بالتغيير ويجب التوجه إلى كرسي الاحتياط. بيلعب قصيرة لزميله، هنا مع ماكواير، ما في مساحة، ما في مجال، اللاعب تحت الحصار، محاولة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة، ما زال يبحث عن المساحة،
ألكسندر أرنولد. ماونت بمهارة عدى فيها، تخلص من الرقابة. اللاعب يتوازن بعد هذا التصدي، وجدت طريقها إلى المرمى. متابعة سريعة بعد تألق حارس المرمى، وفي غياب الدفاع تسقط عن هدف. شوف الإعادة هنا مرة أخرى. المحاولة الأولى تم التصدي لها بشكل جيد، لكن لسوء حظها لم تبعد الخطورة، جاءت المتابعة بشكل سريع. نتيجة من الصعب تصورها في هذه المباراة، 10 أهداف 6-4. بعد الدقائق الأخيرة المباراة تأتي فرصة للتمرير القصير في وسط الملعب، استهلاك بعض الوقت. الفريق الفائز يحاول الحفاظ على النتيجة. بينية بتعدي خلف الدفاع، نجم المباراة، حريص القمة، حديث اليوم، مانشيت الصحفي غدا، يتألق ويسجل الهاتريك في هذا اللقاء. مع إعادة الهدف شوف بداية الهجمة من بينية حكيم زياش، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. المباراة حسمت بالفعل، لم يعد علينا أن ننتظر صافرة النهاية لنتعرف من الفائز ومن الخاسر، الوقت المتبقي غير كافي للتعويض أبداً. افتكاك للكرة داخل المنطقة، المباراة الآن في أوقات حرجة، 5 دقائق فقط على النهاية. الآن مع ماون، مرة أخرى مع فودين، حارس المرمى يخرج ويلتقط هذه الكرة. اعتراض ناجح لهذه اللقطة. المنتخب الإنجليزي يتقدم مستغل المساحة على طرف الملعب. هاري كين ومحاولة الآن، تصدي رائع من حارس المرمى. ركنية ينفذها فودين، رأسية ملعوبة. الله على تصدي خرافي من حارس المرمى. ركنية لا تستغل، فرصة بتضيع الآن. العرضية باتجاه هاري كين، تنتهي الخطورة في هذه اللقطة. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. هاري كين يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جداً. رؤية ممتازة للملعب، وهذه صفرة نهاية المباراة التي تعلن عن تتويج الأبطال بلقب المونديال. يا لها من لحظات، أي فرحة، أي استحقاق باللقب الأكبر، بطولة كأس العالم، مباراة التاريخ والإنجاز انكسر فيها الأحق، مباراة كانت عنوانا لبطولتي هي الأكبر في العالم. يا له من إنجاز، ويا لها من فرحة، ويا لها من لحظة تاريخية ذهبية. والآن وصلنا إلى اللحظات المهمة في هذه المراسم، لحظات تتويج الأبطال، لحظات الصعود على منصة التتويج التي كان يحلم بها الجميع منذ بداية البطولة. وصلنا إليها والكل يعيش ما بين الحلم والحقيقة. الآن الحلم الذي تحقق وأصبح واقعاً لا يصدق. في هذه اللحظات الكل يشعر أنه في عالم آخر. أنت لا تصبح بطلاً للعالم في كل يوم، هذه لحظة تتكرر كل 4 سنوات، لحظة من أجل بلد كامل، من أجل فرحة وفخر واعتزاز وتاريخ يكتب، ولحظة خالدة.